خلينا نفهم أكتر حول هذا الموضوع من الأستاذ مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. أهلا 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 ورمضان كريم. رمضان كريم على مصر كلها أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ اللهم أمين. إزيك يا أستاذ مصطفى، عامل إيه؟ كله تمام؟ فنعم الحمد لله. طمني على أسعار اللحمة، فرحني بأسعار اللحمة شوية. هي الأسعار هبطت شوية، يعني حضرتك قلت كده اللحوم المستوردة بتتراوح من 200 ل 230 جنيه. خلينا في ال 200، بلاش ال 30 دي. يعني أنا بقول لك حسب القطعية. ما نشيلها. وأنا أظن برضو السعر ده مغالى برضو، فيه المفروض تنزل عن كده شوية كمان. تفتكر المفروض تنزل على كام يبقى سعر عادل؟ ترجع للسعر القديم بتاعها اللي لما وقت لما كان الدولار ب 47 و48 و50 كان دي سعرها 175 جنيه. 175 المفروض تنزل لنفس السعر ده. يعني من 150 من 150 ل 175؟ المفروض تنزل للسعر ده تاني. عظيم. يعني هي كده برضه هي بتنزل تدريجي، لسه النزول ما تمش لاقصى درجه. طيب تتوقع المستورده الحيه كانت ب 200 جنيه نزلت لغايه 160 ودلوقتي طلعت تاني لغايه 180، المفروض تنزل برضه عن كده لان هي دي العقول اللي كانت اصلا وقت الدولار ما كان ب 50 جنيه كانت دي ب 120 جنيه. طيب فالمفروض يبقى في رقابه على المستوردين. رقابة على المستوردين، أظن الرقابة على المستوردين بتبقى أسهل شويتين من الرقابة على مجمل الأسواق، لأن المستوردين ليهم عدد واضح بسجلات واضحة بأوامر إفراج من المواني برضو بتبقى واضحة. تمام. هي المشكلة بقى عندنا أن استيرادنا 60% وإنتاجنا 40%. أوكي. ده العامل المشكلة الأساسية دي اللي المفروض نتكلم فيها، لأن أي حاجة تانية هتبقى مسكنات. ماشي. المفروض أصلا عندنا الأساس في الموضوع الإنتاج الزراعي. صح. لو زرعنا الاعلاف بتاعتنا مش هنضطر ان احنا نتحاسب بالدولار وان مستورد يتحكم فينا ويزود سعر السلعه بناء على سعر الدولار. طب احنا لو بنزرع الذره الصفراء عندنا هنا وبنزرع الصويا عندنا هنا مش هيتقاس اي حاجه بالدولار. والله احنا ماشيين في السكه دي، انت عارف ان ده علشان ان انا اقدر اوفي المطلوب او حجم الطلب المحلي على الاعلاف اللي داخل فيها الذره الصفراء او الصويا، ده هياخد وقت لحد ما اقدر اوفي كل الطلب المحلي، يعني عشان اوسع رقعتي الزراعيه دي محتاجه وقت. انذار ان احنا نبدا نتحرك في اتجاهنا للزراعه، لان احنا بقالنا الشعبه بقالها 20 سنه بتنادي وبتقول لازم نزرع الاعلاف عندنا هنا. من ناحيه ان احنا بدانا نتحرك، هو احنا بدانا نتحرك من حوالي سنه ونص سنتين تقريبا في زياده المساحه المزروعه بالذره الصفراء وفول الصويا، لكن عايز ارجع معاك لنقطه. امتى اقدر اوصل لسعر ال 150 175؟ في الايه بالظبط؟ كلحوم مستورده؟ في اللحمه المستورده. الرقابه على المستوردين مش محتاجه اكتر من كده، ان انا اشوف الناس دي استوردت بكام وسعر التكلفه واقف عليهم كام واحط لهم هامش ربح هتوصل للمستهلك بسعر قليل. طيب اللحمه البلدي سعرها وصل لكام؟ اللحمة البلدي دلوقتي حوالي 450 جنيه اكتر حاجة، اللي هو العجل البقري المصري البلدي. ماشي، بس حتى في اطار ده في النهاية المفترض جدلا انه سعر الاعلاف هبط شوية خلال الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا، وبالتالي مفترض انه اللحوم البلدي سعرها ينزل، ما توقفش عند 450، ده لازم ينزل عن كده كتير. ما هو اللي مزود سعر اللحوم البلدي ان العجل الكولومبي نفسه المستورد سعره زاد، فالعجل البلدي اجود. ماشي. فالعجل البلدي لازم يتباع بزيادة عن العجل المستورد. ليه لازم؟ السؤال مربوط بالتكلفة. عشان هو أجود. ما هو برضه مربوط يعني بالتكلفة. أجود على عيني وعلى راسي. هو مربوط بالتكلفة. العجل البلدي بيتكلف. العجل البلدي برضه بيتكلف. ما هو تكلفته قلت لما سعر العلف قل. طب يبقى إزاي بقى يعني حضرتك أهو بترد أهو. يعني 60% إحنا بنستورده، طب ال 60% زيادة إزاي البلدي هيرخص؟ انسى دلوقتي انا بستورد قد ايه؟ المتحكم في السوق. انسى دلوقتي كويس، بص عباره عن مجمدات وعجول حية. انسى انا بستورد قد ايه دلوقتي، انا عايز ارجع للمعادله بتاعه التسعير. لو التكلفه بتكمل. زادت لو التكلفه زادت لو التكلفه زادت السعر يزيد، لو التكلفه قلت السعر يقل. تمام. انا دلوقتي عندي التكلفه بتاعه العلف قلت، يبقى تمام. لازم السعر يقل. انسى انا بستورد ايه وما بستوردش ايه، سيبك منها دلوقتي، خليني في المنتج المحلي بتاعي. المنتج المحلي بتاعنا 40% وما بيكفيش، فبنستورد 60%. ال 60% بيجوا سعرهم غالي عشان ما بيترقفش عليهم رقابه لصيقه بمعنى اصح.
سيبك من المستورد والنبي ربنا يخليك، خليك في اللي بربيه هنا في مصر، البلدي المصري الجميل اللي طعمه زي البلدي السكر. البلدي المصري الجميل تحويله في اليوم كيلو بيتصرف عليه وبيحول كيلو بس في اليوم، فانتاجه غالي اغلى من المستورد. المستورد دلوقتي بيتباع بسعر البلدي، وده اللي عامل اللي انا بقول لك عليه، ده اللي عامل اللخبطه للناس. انا بقى بالضبط. كدوله انا كدوله المفروض اعمل ايه؟ اجيب السلالات اللي هي بتاعت بره، اشغل الطب البيطري عندي وزاره الزراعه، احنا في 27 دايره في مصر ينفع يتربى فيهم عجول. حلو. اجيب لهم دكاتره بيطريين، اجيب السلالات اللي بره اللي تحويلها عالي وبتنتج 2 كيلو في اليوم و3 كيلو في اليوم، ادي لهم السلالات دي، اقول لهم يا جماعه طوروا لي السلالات دي بحيث ان انا كمان ازرع علفها هنا اهو، هتجيلي بقى بتكلفه قليله وهتبقى بلدي ممتاز. طيب ما هو ده بيحصل. انا دخلت مزارع فيها العجل الكولومبي ده اللي هو ابو اتب ده، الله ينور عليك. حلو. دخلت شفت مزارع موجود فيها العجل الكولومبي وبتتربى على العلفه المصري، يعني ده بدا يجرى فعلا. طيب ده بدا يغلى تاني، ولازم رقابه، لان ايه، احنا نوهنا كذا مره كشعبه قصابين يا جماعه خدوا بالكم من المستوردين، في واضح ان في حد اتكلم معاهم نزلوا السعر شويه، ابتدى دلوقتي برضو السعر يغلى تاني، وده مؤشر وحش مش حلو، هو مش مفهوم. لازم نرجع نراقب على الناس دي تاني ضروري. انا بشكرك مره تانية يا استاذ مصطفى، كل الشكر ليك استاذ مصطفى وهبه، رئيس شعبه القصابين بالغرفه التجاريه بالقاهره.